معاك ولا دليل علي؟ خلاص ما عادش قادر الله يرحم الله يرحم ميدان التحرير لما كنت بتقعد 3 شهور من غير ما تستحمى كنا بالك احنا راكبين بناخد بروي عمال يصور اللعيبه ومحدش خد باله مين اللي واقف مع شاوي غريب ده عيب عليك يا حاج اتكلم عن نفسك بص كل ودى الكاميرات على كابتن شاوي غريب بعد انا ما وراك ربع ساعة وكله يطلع فوق يا جماعة ايه رأيك؟ اللي لابس كمامة بقى اللي بيتكلم اللي بيتكلم لابس كمامة مصري هو المصري اللي فوق اللي كان هو صوت ده صوت مصري ده كريم بطارية كيمو النت محمد
اي حد تركاه مش مشكله تعالوا ادوركم لو جت على حد واقف عليه ايه اشتركوا في القناة